وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بهار ونار. زي ما عودناكم أنا بطل عليكم كل أحد وأربعة، واليوم معي ضيفة رح تعملكم أكلات كتير زاكية. بدي أرحب بالسيدة ريم نطور. أهلا ريم. حبيبتي هلا فيك ريم. من الناس الناشطين جدا، دائما بتعمل لها بلوج على انستغرام ودائما بتطبخ تعمل أكلات زاكين، فإحنا مبسوطين اليوم إنك أنت معنا. حبيبتي وأنا مبسوطة أكتر بوجودي معكم، وشكرا كتير على استضافتكم إلي اليوم بهاي الحلقة، وإن شاء الله أقدم أصناف تعجبكم وإن شاء الله تكون حلقة حلوة. إن شاء الله. أكيد أكيد أنا مبسوطة كنا عمالنا بنحكي أنا وريم، عمالنا مندردش إنه إيش بدنا نعمل أكلات معاكم إيش هيك. قالت لي أنا رح أعملهم وصفات للستات يحبوها، إشي ما بده شغل كتير وبذات الوقت كتير زاكي وتيستي، يعني إنه في طعمة زاكية بس إنه ما بياخد كتير وقت. فاخترنا أنا وياها هيك الأطباق، وأنا متأكدة إنه كلياتكم رح تعجبكم اليوم. نحكي لهم إيش رح نعمل اليوم. اليوم رح نقدم ثلاث أطباق. الطبق الأول رح نعمل بروكلي مع تشيكن وكوكينج كريم، ورح نعمل كمان معكرونة باللبن واللحم المفرومة، ورح نعمل كان إشي سويت اللي هو كيكة النسكافيه. نسكافيه مين ما بحب الأشياء هاي؟ قهوة. أنا بحب كروكان. أي إشي قهوة وكروكان. قهوة وكروكان. فنبلش أول إشي بالبروكلي. شو رأيك؟ طيب أوكي. ناخد المقادير مروة، شو رأيكم؟ يلا. بالنسبة لمقادير بروكلي مع الدجاج رح نحتاج لدجاج مسحب مقطع مربعات من العز، بصلة مفرومة، 2 سنتوم مدقوق، علبة فطر مقطع، معلقة صغيرة كاري وبهارات مشكلة وفلفل أسود من الكسيح وملعقة صغيرة ملح الكسيح. أما بالنسبة لباقي المكونات رح يلزمنا علبة صغيرة كريمة طبخ، نص مغلف شوربة فطر، ومن المها رح يلزمنا كوب حليب سائل و600 جرام بروكلي وكوب جبنة أشقوان مبشورة. أيوة ريم، هلأ أنا شفتك هون جايبة عندك دجاج مقطع اللي هو من العز أنت جايبتيه، وجايبة بروكلي سلقتيه، سلقته غليت مي والراس زي ما هو بسقطه بالمي. بنخليه 10 منت ما بياخد وقت كتير، بنشيله بنغسله بمي باردة وبنقطعه بالمقص أو بالسكينة بقطع يعني نوعا ما صغيرة. مرتبة وأخضر أخضر. أيوة. أنت طالع معاكي بالضبط. والدجاج نقعته بخل وسلايسز ليمون وصفيته منيح من المي عشان هيك ريحته زاكيه الصراحه. فخلينا نبلش بالوصفه. طيب. هلا رح نحتاج زيت نحط شوي، وبصله بنقطعها بالطول يعني تقريبا معلقتين ثلاثه زيت. عندك البصل مشعول؟ مشعول. دقيقه اضبط لك اياه. هيو هيك. هلا هاي الوصفه شكلها والله كمان انها صراحه سهله كثير. الحلو فيها انها وصفه سهله سريعه وكثير زاكيه، يعني انا اللي خلاني اعملها اليوم كثير ناس سالوني عنها. سالوك عليها بالضبط. هلا احنا ريم رح نقلي شوي البصل ورح نطلع بفاصل صغير لوقت الاذان ونرد نرجع معكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مرة تانية بحلقتنا اليوم، معانا ضيفة اسمها ريم نطور، هي رح تعملكم أشياء كتير زاكين. فإحنا بدينا أنا وريم بالأكل الرئيسية اللي رح تعملها اللي هي كانت الدجاج مع البروكلي وشربة الفطر، إشي زاكي كتير. فهلأ بدت معانا ريم قلت البصل، هي عم بتقلي البصل وبدنا نكمل الباقي. تفضلي ريم. نضيف سنين توم مدقوق ورا البصلة، بدنا نقلبهم وهلأ ما بياخدوا وقت على السريع. رح نضيف الدجاج. الدجاج بدنا نقلبه ورا البصلة والثوم ونحط عليه ملح فلفل أسود بهارات، وأهم إشي بهاي الوصفة نحط معلقة كاري. نحطها للدجاج ولل كمان الكوكينج كريم اللي راح نعمله. أنا بحس ريم أيام إشي صغير بتكون الست بتعمله، على فكرة إشي كتير كتير صغير بتحطه بالأكلة بالزبط. الكل بقول إنه طعمتها غير عن دايما، بس بتكون هي شغلة صغيرة. هاي سر الطبخة. هاي سر الشيف. بحس سر الطبخة بالبهارات، يعني إذا البهارات مش مضبوطة ما بيطلع الأكل تمام بالزبط. زي ما إحنا بدنا. أهم شيء يكون عيار البهارات مضبوط. صح. هلأ عم بتصبح عليكي أم عادل النمري، بتقول صباح الورد والياسمين تشيف هانيا، ومنرحب بالضيف ريم، الله يعطيكم العافية. وأنا بسلم عليكي أم عادل، أنا اليوم أخذ الفرصة أنه أنا معاي اللابتوب وعمالي بقرأ، سوري الآيباد. وكمان هون نادية بدي أسلم عليكي، بتقول مبدعة تشيف هانيا بوصفاتها الزاكية والتكنيك. شكرا كثير لك يا نادية، وأنا بسلم عليكي كمان كثير. طيب هلا حطيناهم. اذا اول شيء حطيتي البصل والثوم والدجاج. هلا بدنا نضيف البهارات.
راح نحط ملح، ملح من الكثير، من الكثير. اوكي، راح نحط بحدود يعني كله بحدود نص معلقه، لانه انا بستعمل معالق اصغر من هاي. معلقه ف الكاري لانه نخليه معلقه، وبدنا نحط بهارات مشكله برضه بحدود هيك نص معلقه. وفلفل ابيض، هي البهارات اللي بحبها الدجاج عادة. احنا كل بهاراتنا ريم من عند الطاحونة الزرقاء. الله، هي أذكى بهارات. بتتذكري هي قديش قدام بهالشغل؟ بالفعل. انا دائما حتى لاستعمالي الشخصي بالبيت ما بجيب غير الطاحونة الزرقاء، بحب بهاراتهم. ما هي بكل البيوت كثير طيبة، بتعطينا كمان مضبوطة التيست اللي كثير صح. هلا رح نقلب الدجاج شوي ونغطيه ليستوي على بخاره. يعني هو الدجاج مع الحمي عليه النار رح ينزل مي، فهو بيستوي على بخاره من المي تبعته نفسها. وانا هلا بدي احكي لكم شيء هيك، اعمل تعقيب بسيط، انه دائما لما بنغطي الدجاج بصفي انه بيحتفظ بالجوسز تبعته اكثر، لما بتكشفه بصير ينشف اكثر، يعني بيعطيكم قوام ناشف اكثر زي كانه مشوي او هب. اما لما بتغطى بصير كانه يعني بين السلق والطبخ، يعني بضل محافظ على الجوسز اللي فيه اكثر. طيب هلا بدك تغطي ريم ولا كيف؟ لو سمحتي اجيب لك الغطاي. هي ريم محضرت لكم، انا بدي اغششكم، ريم محضره دجاج جايبته من هيك شوي مقليته الصبح وجايبتهم. هلا اجيب لك الغطاية. طب ريم بدنا تحكي لنا، انت حسيتي خلص انه لازم انك تعملي صفحتك على الانستغرام وتبدي تكتبي على هاي الاشياء والطبخات؟ فعلا هو انا بلشت القصه معي من انا طبخي من زمان ذاكي، والكل بيضلوا يسالني عن الوصفات. فايام الحجر كان فرصه، لما كنا نهائيا ما في طلعه نهائيه، ما في طلعه، فقلت فرصه اني افيد الناس، فقررت افتح الصفحه على الانستغرام ريم ناتور كيتشن. والحمد لله يعني كل الوصفات بنزلها بالتفصيل، بلاقي كثير من الناس يعني مدح، والحمد لله الحمد لله يعني ما هي الناس كمان بدها اكلات وصفات جديده غريبه، وصفات جديده ويعملوها دائما واشياء سهله. صح مزبوط. طيب هلا الجبنه انت هون حاطه، انا مستعملين جبنه اشقوان، انا لفت نظري، حبيت الصراحه الجبنه اشقوان، دائما الناس كلياتهم على الموتزاريلا، موتزاريلا بقول لهم هي يعني حلو القوام اللي بتعطيه الموتزاريلا، بس هي ما فيها طعمه. انا استعمالي يعني دائما الاشقوان كثير بركز عليه، يعني لكثير طبخات مش كثير بستعمل الموتزاريلا، بستعمل الاشقوان اكثر. بحب اللون الذهبي اللي بتعطيه. صح مزبوط، وفي لها طعمه لانه فيها ملوحه وهيك. بالضبط. فهلا بنحضر الكوكينج كريم. هلا قبل ما يستوي الدجاج بدنا نحط تقريبا نص لتر، يعني نص لتر بحدود كاستين رح يكون مزبوط. فنص لتر اللي هي كريمة الطبخ، كريمة الطبيخ، يعني نص لتر بحدود كاستين. رح نضيف عليهم بودرة الدجاج او شوربة الفطر المتواجد عندكم. ورح نضيف كاسة حليب. أوكي. هذا الكوكي كريم. هلا رح نضيف كاسه حليب. أوكي. ومعلقه كاري برضه. اوكي، هي الكاري اقرب لك اياه. اوكي، وبنضلنا نحركه على النار ليصير سك. سناء بدنا نسلم عليكي ونقول لك شكرا دائما على تواصلك يا سناء. ان شاء الله هيك دائما معكم. ايناس طالبه طريقه المعمول، ان شاء الله يا ايناس بنعمل لكم اياها. دقيقه. وبراء منسلم عليكي، وفدوى منسلم عليكي. فدوى بتقول صباح الخير لأحلى تشيف، ببعت تهنئة لابنة أختي نادين وزوجها محمد بمناسبة الزواج، ألف مبروك بالرفاه والبنين. إن شاء الله يا فدوى، وإحنا كمان منبارك لهم. وحنان بتقول مساء الورد والفل والياسمين، تشيف هانيا دائما منورة ومبدعة، ومساء الورد لريم منورة، تسلم إيديكي. من حنان، شكرا لك يا حنان، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة. هلا انت حطيتي ريم هون، ريم اليوم هيك ضيفه معنا، فبدنا كلياتكم تشجعوها وندعمها، فمشان هيك بنحب انكم تعملوا لايك، تعملوا كومنتس وشيرز حتى توصلوا الحلقه لعدد كبير. هلا حطت ريم هون عنا الكريمه الطبخ، حطت عليها الكاري، وايش كمان حطينا؟ تنين كريمه الطبخ مع كاسه حليب. مع يعني تقريبا نص باكيت شوربه الفطر. شوربه الفطر ورشه كاري. يعني انت اعطيتيها طعم اكثر، اثريتي طعمه الكريمه الطبخ اللي بدها تنحط فيها، اثرتها اكثر انها حطت لها شوربه الفطر. فهلا بدنا نضلنا نحركها لحد ما لا تصير نوعا ما سك.
وتجانا. بتعرفي حبيتها انا هاي الوصفه لانه الصراحه البروكلي من الاشياء اللي كثير كثير غنيه بالحديد وغنيه بكثير كثير اشياء فحلو الواحد يدخلها باكلات يعني غير هاي الاكله مثلا بدخلها بالسلطه انا بحطها ايام مع السموذي بحط لي هيك كمان وحده بزرق لي كمان وحده هي فيها نسبة كبيرة عالية من المعادن وبنقدر نقدم هاي الأكلة كمان إذا في ناس مثلاً بحسوها مش وجبة مشبعة 100% نقدر نعمل فتتشيني جنبها نقلبه بالزبدة ونحطه طبق جنبها بحط الفتتشينو فوقه هاي الطبق مزبوط مزبوط كلامك صح يلا هلأ بدك بدنا نحطهم هون أعلي لك إياه أكثر هيا هي هيك على العالي العالي ريم أوكي. وهاي التسعة وهاي هي شكلها خليني اخذ لي هيك نظرة سريعة عليها يعني. اوكي والله هيو ها بدأ ايوه بلش مزبوط هون بلش انا اوريدي مش بده تعالى هذا اللي فوق هي حطته على الستة هي نرد نعليه يعني كمان شوي طب ريم كيف بالبيت بشجعوكي بالاكلات الزاكية انا كثير بيشجعوني بالبيت لانه انا اولادي يعني هم دائما بيمدحوا اكلي فهذا الشيء شجعني صحباتي دائما بيسالوني على الطبخات فالحمد لله وبحبوا اولادك الاكل الغريب ولا اكثر على الاكل التقليدي يعني نوعا ما انا بقدم الاكل التقليدي اكثر بالبيت يعني بيحبوا التراديشنال فود اكثر اولادي صراحه هو انا دائما بحس الطبيخ هو يعني علامه من علامات الحب لاهل بيتك لزوجك لاولادك صح يعني غير انه رعايه واهتمام اكيد الاكل شيء مهم انه صح بحسوا يعني انه هاي علامه من علامات الحب لاولادك انك تقدمي لهم وجبه مفيده مزبوط صحيه فمشان هيك احنا مطلوب منا دائما نضلنا ننوع بالاكلات وننوع بالمكونات كمان عشان يستفيدوا من اكبر قدر من الفيتامينات والاشياء اللي ممكن الواحد يستفيد فيها من المكونات اللي داخله بالوصفات اللي عندنا مزبوط كلامك ام سليمان بتقول الله يسعد صباحكم وشيف هانيا واهلا وسهلا بضيفتك الكريمه ومها اهلا فيك يا ام سليمان ومها الصفدي بتقول ايش انستغرامها لريم ريم ناتور كيتشن ريم ناتور كيتشن بالانجليزي صفحتها ريم ناتور كيتشن بالانجليزي وإناس بتقول حابة أهنئ ماما برجوع مرت أخوي وولادها من الإمارات وإحنا كمان بدورنا هين عم نوصل لك الرسالة يا إناس طيب هلأ إحنا بس نخلص هذا بس يعني خلص الدجاج يمكن صار منيح خليه هيك والله أنا حسيته منيح يا ريم خليه على الواطي هون بدي اضيف انت لسه بدك تحطي شوي بالفرن صح؟ الفطر بدنا نحطه 10 دقائق ربع ساعه طيب. بالفرن نضيف له الفطر على هداك اوكي بالضبط انه اوريدي جاهز انا بدي اقرب لك اياه لعندك عشان يصير اسهل لك مو مشكله هلا بس هي اقرب لك هاي لهون حطيتي ولا خلص دبرتي حالك اوكي حبيبتي خلص منيح انا الصراحه اولادي دائما قديش بقعد بتفنن بالاكلات وبعمل اشياء وابصر شو بالاخر بيش عم بيقولوا لي ماما احنا بنحب الاكل العربي العربي زي اولادي انا نفس الشيء عودي مقلوبه منسف بحبوا هذا الاكل وملوخيه ملكه وملوخية الاكل بامية. وقت الملوخيه طبعا بالضبط اكيد صح والباميه زاكيه الصراحه احنا اكلنا مطبخنا العربي حلو الصراحه قد ما هو غني وثري يعني احنا وصفاتنا ثريه هيك مليانه صراحه مزبوط فحلو لما بدخلها الواحد هيك مكونات يعني حتى اليوم اكلتنا شوفوا قديش قريبه من الكل يعني بتجيبوا الدجاج من العز بتجيبوا مقطع مربعات بتجيبوا البروكلي برضه انه بنسلق على الخفيف يعني مكوناتنا بسيطه موجوده هي بكل البيوت وحوالين الكل مزبوط يعني نبلش نطبقها عشان نحطها بالفرن يلا اوكي يلا هذا خليه يطفي على بخاره هلا هاي نجيب مسكات يلا هاي اعمل لك اياها بدك تحطيها هون ريم بدي احطها هون عشان احط طيب. يلا هاي دقيقه هاي احطها هون اوكي هاي يلا اوكي هي هلا هون الفطر زي ما حكينا ريم هون قلت الفطر مع البصل والثوم وحطت له مجموعه بهارات من اختيارها وهلا عملت هون كمان حضرت الكريمه برضه الكريمه نكهتها بشوربه الفطر وصارت منيحه هيها وحطت لها حتى بهار حطت شيء خفيف وهلا نزلت البروكلي والله حد يعني ما بتتخيلوا الريحه قد ايه طيبه نوزعه على كل الجات تقريبا بطريقه متجانسه
وفوقه رح نحط الدجاج مع الفطر. الدجاج مع الفطر اللي بيشهي وريحته فعلا كثير كثير طيبه، لازم كلكم تجربوا هاي الطريقه رح تعجبكم وسهل كثير. براءة عم تسأل سؤال، بتقولي سؤال عام عام خاص، بالنسبة لرز الحبة الطويلة بتضلها ناشفة مع الطبخ، كيف بقدر أشبعها مرقة وسوائل، وشو أهم مكون بيعطي نكهة بقدر بقدر أضيفه على الرز؟ أول شيء بدي أسلم عليكي براءة. براءة الحبة الطويلة الرز بدك تكوني يعني حاطتي له أول شيء بده يكون في مقدار كافي من الدهن، يعني يا أما بدك تحطي سمنة يا بدك تحطي زيت، ما بعرف أنت بأي طريقة بتكوني طابخة، وإذا بدك طريقة مضبوطة عشان دائما دائما تكون ناجحة عندك اعملي طريقة الشلخ اللي هي بتحطي أول إشي بالماي وبعدين بتصفي وترجعي بتقلبي، هيك بضله بياخد الصراحة بضل طري، يعني عم بحسها دائما هاي بتكون شو اسمه بتكون دمها خفيف وما بتخرب. هلأ في إلك سؤال. أيوة. إليان إلين حنا بتقول شكرا لضيفتنا ريم، اذا بدي اعملها للرجيم يا ريم شو استعمل بدل الجبنه والكريمه؟ بدل الجبنه والكريمه يعني فيكي تستعملي حليب لو فات. صح. اذا حابه انه يكون انا مرات بستعمل لو فات للبيت للاولاد. وبدل الجبنه فيكي تستغني عن الجبنه نهائي وتحطي معها ذره، يعني صح. ما خلص تحطي كوكينج كريم تضيفي هون ذره. صح. والحليب لو فات. مزبوط. هلا وانا كمان اضيف لك شيء كمان، لان دائما يعني بنحاول احنا قد ما بنقدر بنخفف طبعا بكميه الدسم اللي بدها تنحط بالاكل، بس بنقدر بالاخر كمان ناخذ كميه بسيطه لما بدنا ناكل منها. بالضبط. بنضلنا يعني بالسيف سايد. ايوه بنضلنا بالسيف سايد. مزبوط. ام سليمان انا كثير بنبسط بتفاعلك مشان هيك دائما بحب اقراهم. وبسمة بتقول لي يسعدك يا تشيف هاني اشتقنا لك، عم طولي علينا، ممكن تعملي لنا سلطات غريبة بالفواكه والخضروات وأكلات تركية مشهورة؟ أبشري بسمة إن شاء الله يوم الأربعاء إن شاء الله بعمل لك إياها. إحنا ضفنا الكوكينج كريم. أه. وهلأ حطينا جبن الأشقوان على الوجه. أه. وبنحتاج نحطها بالفرن بحدود 15 ل 20 دقيقة، وآخر خمس دقائق مفروض إنه نحمر وجهها. تقريباً قديش الحرارة ليه؟ 180 أو 200. 180 درجة لمدة 15 دقيقة. طيب هلأ رح نحطها بالفرن ونطلع فاصل صغير معاكم ونرد نرجع. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، كنا أنا وضيفتي ريم عمالنا بنعملكم أكلات اليوم غير عن دايماً، عاملين لكم اليوم دجاج مع بروكلي والكريمة، عملتهم وطبقتهم حطت بهاراتها الخاصة، إذا بدكم تدخلوا على صفحة عمان تي في أوفيشل عشان تشوفوا كل المقادير، وحطناها بالفرن على حرارة 180 أو 200 بدها تقريباً ربع ساعة، فهي هلأ موجودة بالفرن. هلأ رح ننتقل للوصفة الثانية، فإذا ممكن إنه تعطونا المقادير. بالنسبة للمعكرونة باللبن واللحم المفرومة رح نحتاج ل 500 جرام أو هي باكيت معكرونة صغيرة بدنا نسلقها طبعا، ولمعلقتين زبدة، 250 جرام لحمة مفرومة، معلقة صغيرة بهارات مشكلة من الطاحونة الزرقاء، معلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة هيل، معلقة صغيرة ملح من الكسيح، بقدونس مفروم ولوز أو صنوبر مقلي. وأكيد أكيد رح يلزمنا لبن من المها واثنين سن ثوم مدقوق ورشة ملح من الكسيح. هلأ بالنسبة لهاي الوصفة في يعني هي هاي السهل الممتنع، لأنها هي الوصفة هاي صح سهلة ولذيذة وبسيطة، بس مش الكل بتقنها الصراحة، أيام تعملوا فيها شغلة كتير صغيرة بتخرب لكم الوصفة. يعني أنا بدي أقول لكم مثلا على وحدة مرة قالت لي ما عم تزبط معي، طلعت بتسخن اللبن كتير وبتطبخه وما بعرف شو. قلت لها لا 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 هي مو هالقد معقدة. فمشان هيك أنا انبسطت إنها اليوم ريم بدها تعملكم إياها بالتفصيل تشوفوها كيف بتنعمل. هلا اول شيء المعكرونه عندك، جبنا المعكرونه الحبه الصغيره يفضل، طبعا فيكم تستعملوا اي نوع بس انا بحب هذا الصنف. فسلقنا طبعا مع ميه السلق حطينا زيت زيتون وملح وبعدين غسلناه بمي بارده، ما اخذ كثير وقت سلق 10 دقائق ربع ساعه، ضروري نشطف المعكرونه مي بارده، بعدين حطيناها بطنجره وقلبناها مع الزبده عشان تصير هيك طعمتها اطيب. وهون جبنا لحمة مفرومة مش مع بصل، لحمة مفرومة لحالها، حطينا عليها ملح فلفل أسود هيل بهارات مشكلة وغطيناها، وهيها تقريبا قربت تستوي.
فانت مع هاي الوصفه بالذات ريم ما بتحطي مع اللحمه بصل، بس تعمليها بس اللحمه، واللحمه المفرومه بتستعمليها عجل او خروف؟ لا انا بستعمل خروف. 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 خروف عشان بتكون بدهنه اكثر، تطلع اطيب. مظبوط، صح، احسن ما تطلع ناشفه. وهون صح. هلا افرجيهم، بدنا نحط اللبن على المعكرونه. على المعكرونه بتخلي اول شيء نخلطه مع الثوم. اوكي. هلا انا بحب هيك اسنه سنه صغيره مع الثوم. لازم مفروض مع رشة ملح وثنين ثوم. هاي رح اجيب لك الملح، ملح نزاكي اللي من الكسيح. اوكي. الكسيح ما في اذكى منه. هاي رشة ملح. وبدنا نحط كمان ثوم. ما بتحطي لها طحينية، لاحظت؟ لا. هلا الفتات بنحط لها طحينية. مزبوط، صح. أي إشي معكرونات وهيك لا، ما لا طحينية صح ولا ليمون. ما أنا هذيك الفتات بنحط طحينية وليمون فعلا. انا لاني هذيك المره كنت قاعده مع ناس فعم نحكي الوصفه هاي مو لحالي، هاي انا وريم، فعم بقول لهم انه لا طبعا ما بتحطوا لها طحينيه، فواحده بتقولي لا بتحطي معلقه عشان بتمسك اللبن كله مع بعضه. قلت لها على المعكرونه ما بالبق الصراحه، لا هي زي ما حكيتي للفتات بتطلع اطيب كثير. صح. طيبة. بس ما عم تطلب خبز العسل يلي بناكله بالمطاعم برا، ما بعرف اذا موجود في الاردن. هو موجود ان شاء الله، بس ما بنحاول نلبيه. بس هلا يوم الاربعاء زي ما اتفقنا انا وياكي رح نعمل ان شاء الله. وريهام تسال، مرحبا، شو بقدر اعمل بحليب جوز الهند؟ عندي علبه حليب جوز الهند. ممكن تتفنني فيه كثير يا ريهام، ممكن تحطيه بالخلاط مع الاناناس وتحطي شوية عصير، بيطلع عندك أسكا بينا كولادا بالدنيا. تقدري تحطيه بالأكلات الهندية، بالأكلات التايلندية، هو كتير مفيد، كتير كتير له فوائد. فإن شاء الله هيك منخصص لكم حلقة منحكي عليه إن شاء الله. أوكي، هلأ أنت حطيتي هون اللبن، ريم سنت اللبن مع الثوم والملح، ورح تحطه هلأ على المعكرونة. المعكرونة واللحمة خلص استوت، اللحمة تقريبا خلص استوت. فهلا رح نحضر الطبق، ما بنترك اللبن يعني، بس بنقلبه هون تقليبه مع المعكرونه وخلص بنشيله. شايفين هي هذا التيب اللي بدها تحكي ريم، انه في ناس انا مره ايش بتقول لي ريم وحده بتقول لي انه خبصته وما بعرف شو كذا، طلعت هي تاركته ينطبخ مع اللبن على النار. لا خلص وراح احطه بالجات. طبعا هلا ريحه الثوم طلعت لانها الباستا كمان سخنه وهيك طلعت بتشهي. ولبن المها زاكي الصراحه بيعطي دسامه زاكي. هيها هلا نسكب هون. اوكي هيا املك هاي. اي انواع المعكرونات اللي اكثر شيء بحبوها عندك بالبيت؟ انا بحبوا اللازانيا كثير ولادي، سباجيتي بالبشاميل، بحبوا المعكرونه بلبن، يعني كل انواع المعكرونات الصغيره الكبيره الفتوتشيني. انا هاي الصراحه من الاكلات المفضله عندي بالصيف ريما. بحسها بارده عشان لبن، اي شيء لبن بارده هيك زاكيه. اي شيء لبن هيك الواحد بحسه فعلا. وبحبها، بنعملها ايام على الغداء، احنا بنعملها على العشاء. صح، بتزبط العشاء لانها مش كثير يعني مش دسمه. إيه مو أيوة. دسمه مزبوط. صح. هي بدي اقرب لك اللحمه. الله يرحمها سخنت هي خلص. هيها تفضلي. زاكية هي اللحمة مع بهاراتها وهيك بتطلع كثير زاكية. صح. ومع البقدونس دائما انا بحس بقدونس البقدونس بعطي طعمة، وكمان للتزيين شكله كثير حلو البقدونس. صح مزبوط. ولوز او سنوبر فيكم تحطوه اللي متواجد عندكم كله بيزبط. هي المهم انها شيء هيك قرشة المكسرات. بالضبط فعلا. انا هاي من الاكلات اللي كثير كنت احبها ريم، تذكرني بطفولتي واحنا صغار. حبيبتي كان يلا اليوم كان ذكرتك بطفولتي. هلا ذكرتينا فيها، اكله زاكيه الصراحه. وهلا عم بتفننوا فيها كمان، في ناس شفتهم هذيك المره بيحشوها بالصدفات تبعت المعكرونه، بتعرفوا الصدفات؟ أيوة. في ناس بيحشوا اللحمه بقلب الصدفه وبيرجعوا بحطوا على وجههم اللبن وبيرجعوا بزينوها بالبقدونس هيك. كثير زاكيه برضه. طيبه مزبوط. يا الله والله شايفه اكلاتنا تبعت زمان ويكرر نفسه التاريخ، يعني هاي الاكلات اكلات ستي واكلات امي، وهينا عمالنا بنضلنا بنحب اكلات حلو يعني مهما يطلع اصناف جديده. هاي خلص سبحان الله لها نكتها اللي احنا متربينا عليها واحنا صغار فعلا. مزبوط. صح. وهي اللوز، يا سلام علينا يا سلام يا سلام، شكلها مشهيه على الاخر. الطبق الثاني. لازم برضه بس بدنا نشق على هداك نشوف. أيوة. كيف وضعه. اوكي صار. هلا هي يسلموا ايديك يا ريم. ايديك يا حبيبتي. هي نشوف اللي بالفرن، الدجاج مع البروكلي، الريحه رائعه بحب احكي لكم. بس لسه بدها شويه بدها وقت شويه وقت خفيف نحمر وجهها. يلا هلا
هيك بنكون خلصنا مع ريم الطبق الثاني. رح نطلع معكم فاصل قصير ونرد نرجع مع الطبق الثالث. ورجعنا لكم مرة ثانية بعد الفاصل. أنا وضيفتي ريم عملنا معكم وصفتين قبل الفاصل. عملنا وصفة الدجاج مع البروكلي والكريمة بالفرن، هلأ هي عمالها بتتحمر وشوي رح أطلعها. وعملنا كمان معكم المعكرونة بلبن، وصفة زاكية وهيك باردة بالصيف. وهلأ رح نطلع معكم للوصفة الثالثة اللي هي كيكة النسكافيه. بالنسبة لكيكة القهوة رح يلزمنا 4 مغلفات كريمة حلويات، 2 علبة قشطة، كوب حليب سائل من المها، ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان، بسكوت الشاي، ونص كوب لوز مدقوق، وكوب سكر شعبان. يا سلام يا ريم، شو شكل كيكة القهوة؟ بتشهي صراحة، أنا بحب الأشياء اللي فيها قهوة. طعمها طيب، وأنا بحطها بالفريزر لوقت اطول عشان تطلع زي كمان الايس كريم كيك بنفس الوقت. زاكي كثير يعني، ما بتصدق قديرها طعمها طيب. اي شيء بالقهوه زاكي انا بحسه فعلا. طيب هلا بدنا نزينها. نزينها هلا ولا خلينا اول شيء نعمل هون وبنزينها باخر شيء؟ هي ام سليمان بتقول لك والله طبق المعكرونه شكله بشهي. يسلموا ايديك يا ريم. صح حبيبه قلبي. هلا هون ايش رح نحط؟ رح نحط كريمه سريعه الذوبان، اوكي، 4 باكيتات، ورح نحط معها بنفس الوقت علبتين قشطة. بنحطهم بالخلاط، ورح نحط لكل باكيت كريمة ربع كاسة، كاسة فهم 4 باكيتات يعني كاسة. يعني دائما عيروا إذا كنت تعمل 3 باكيتات تحطوا كاسة لربع، إذا 4 باكيتات كاسة، كل باكيت كريمة بده ربع كاسة حليب. أوكي. فرح نحط كاسة حليب. أوكي. إحنا هون حطينا 4. أوكي. فهون رح نحط. اوكي احنا حطينا لنا 2 فرح نحط عن ورح نخلي شوي منها عيار قليل لادوب فيه معلقه كبيره نسكافيه. يعني هلا رح نحطهم. اوكي بس رح نخلي شايفين زي ما انتم هيك شايفين كميه قليله ندوب فيها القهوه سريعه الذوبان. طيب اشغل لك هاي عليهم. هلا بدنا نخفقهم مزبوط لحد ما الكريمه عنا تبدا تنفش. بالضبط صح. وبس تنفش الكريمه كثير متماسكه رح نضيف القشطه والقهوه السريعه الذوبان. اوكي وهون بهذا اذا بتحبوا تستخدموا بايركس، ويفضل تستخدموا هذا القالب اللي هو قالب تشيز كيك عشان بيفتح فبيعطي شكل احلى. بعطيكم هذا الشكل المرتب اللي هيك بالضبط. والبسكوت بسكوت الشاي العادي صح؟ بسكوت ميري او بسكوت الشاي، انا بستعمل ميري. رح نحط مي ونصير وندوب في المي القهوه سريعه الذوبان او مي بارده. انا يفضل انا شربت من ميتي المي نظيفه. هيها احط لك اياها. اوكي ونحط البسكوت فيها. نقدر طيب نغطها بحليب او شيء هيك؟ ولا انت بتفضلي بمي تضل خفيفه؟ النسكافيه كيك اسكى تكون مع هلا في كيكات ثانيه بنغطهم بالحليب. التويكس كيك، المارت كيك، ان شاء الله اذا جبتوني ضيفه بعمل لكم اياهم. هدلك بنغطي بالحليب. اوكي يعني هيك انت اخترتيها بتكون اخف، هي اصلا بتكون اخف. طيب هاي رح اخفقها اكثر. ايوه هلا رح نضيف عليها القهوه سريعه الذوبان. اوكي ورح نضيف برضه. صراحه هاي الاكلات انا بحبها بالصيف، بحسها هيك بارده ودمها خفيف ولذيذه. كثير صيفيه هاي الكيكه فعلا، يعني بارده، وكمان كل ما خليتوها بالفريزر وقت اطول تطلع اسكى زي البوزه. انا رح اشغل على هدول، وهي بتحتاج من 6-7 ساعات بالثلاجه قبل التقديم. فريزر او ثلاجه بدها 6-7 ساعات. ريم بدي تعملي لي نظره، بدك اياها هيك ولا نشويها كمان شوي؟ هو جناب لانه ما حطينا جبنه قشقوان فمش رح يتحمر. مش رح يتحمروا. خلص اوكي هي رح اسحبها هيك. بالضبط دقيقه. هلا هون رح نضيف القشطه. هاي هيك يلا اوكي. هلا هاي رح نقيمها من الفرن. يعني ما بتتخيلوا قد ايه الريحه طيبه الصراحه، بتشهي شكلها. وزي ما حكيتي بتعرفي عجبتني انا هاي الفكره، رح اعملها واعملها مع كشكو مع باستا بالضبط. جنبها اي فتتشي جنب طيبه. هيها نحطها على الطاوله. هلا هون بنجيب البسكوت بنغطسه بالمي مع النسكافيه. المي ما تكون سخنه، احسن تكون مي بارده، وبنصفهم بالقالب بهاي الطريقه. اوكي فبنحط طبقه بسكوت طبقه كريمه طبقه بسكوت طبقه كريمه لتوصل لاعلى شيء. اوكي هلا ويجي كروكان. هلا هاي شكلها انها
نفشت او ممكن تنفش اكثر، تنفش اكثر شوي، خليها شوي. طيب. تمام. بقولوا لك وصفات روعه، بدنا اكلات كوريه ان شاء الله نعملكم ان شاء الله اكيد. طيب اشوف هلا هاي كيف بكفي هاي، بس بدي اورجيكم كيف لونها، قديش لونها حلو من القهوه سريعه الذوبان، قديش بعطيها طعمه هيك زاكيه وبعطيها لون حلو كمان فعلا اكيد. هلا رح افرجيكم طبقه على الداير، وهلا بنزين الكيكه. هلا انت عامله كروكان هون، شفتي كريم بالضبط. صح بالضبط. الكروكان هو عباره عن لوز بقشره، احكي لنا عليه. حمصت اللوز بقشره بمقلاي، وبس تحمص شوي ضفت عليه كاسه سكر كامله وتحمصت وراه لصار لونها ذهبي. سكر شعبان حطيتي عليه السكر لصار لونها ذهبي. فردته على ورق الزبده عشان ما يلزق، بكون سخن كثير بهذا الوقت. لبرد لبرد دقيته، حطيته بكيس نايلون ودقيته فصفى هيك عندي اياه كروكان. وهاي الكيكات قديش احنا بنشتريها عاده من المحلات؟ تكون غاليه وبتكون هذا فعلا غالي كثير، وهي مش مكلفة يعني، مش مكلفة صح، وأذكى بتطلع كمان بالبيت إذا بتعملها كثير أذكى بالبيت. كل إشي بنعمل بالبيت بنعمل بحب وبنعمل هيك غير الله شكل عن جد غير صح. فهلأ بتعمل الطبقات بسكوت، طبقة كريمة، أنا بعمل 4 أو 5 طبقات بسكوت مع كريمة. هي شكلها هيك بس حاسستها زي البوزة هيك كريم، حاسستها كثير بتشهي. هلأ لازم تدوقيها تعطيني رأيك. فرح بتقولنا كل شيء بتعملوه زاكي. شكرا لك يا فرح، يعني دائما والله بنحاول ان هيك نقدم لكم اشياء يعني انها تنال اعجابكم ان شاء الله دائما يا رب. طيب يلا اوكي. يا سلام يا سلام، شو شكلها مشهي. هلا بجيب شوكولاته سايحه بنحاول هيك ننزلها على جنب، بتعطي شكل بتعطي شكل مرتب عن جد، بتعطي شكل حلو. يما احلاها، يا سلام شو مشهيه بالصيف كمان. اوكي يا سلام والله إنه شكلها بيشهي. طيب معناها هي مقاديرها، هي شوفوا إذا بدكم تاخدوها على التصوير قديش شكلها حلو. وريم محضرة للسكب وكل شيء، هلا ما رح تعرفي إيش رح يصير بعد الحلقة. كلنا رح نعمل هجوم على الأكلات. صحتين وهنا يا رب. صحتين. طيب هلا هيك إحنا اليوم عملت لكم ريم وصفات دمها خفيف، صح؟ عملت لكم اليوم ريم وصفات دمها خفيف، ما بتاخد وقت كتير معاكم بالمطبخ. اجمالا اغلب مكوناتها موجوده بالبيت، خلينا نحكي البسكوت، الكريمه، البودره، القهوه سريعه الذوبان، كل شيء. فبدنا انت تحكي لنا ريم ايش عملتي الثلاث وصفات اليوم. الحمد لله انه قدرتنا بمده الحلقه نعمل هدول الثلاث وصفات، وهم هذا دليل انهم وصفات سريعه وما بتاخذ منا وقت طويل، وفعلا هي وصفات صحيه ومميزه. البروكلي مع الدجاج وكريمة الطبخ، والمعكرونة باللبن مع اللحم المفرومة والبقدونس والصنوبر، وكيكة النسكافيه مع الكروكان والتشوكلت سيروب. ان شاء الله يكون عجبوكم، ولازم تحاولوا انكم تعملوا هاي الوصفات، رح تنال اعجابكم باذن الله ان شاء الله. بدنا نشكرك كثير لتواجدك معنا ريم. انا بشكركم لاستضافتي. بنرحب فيكي، بنرحب فيكي اكيد. بشكركم من عمان تي في، وبنشوفك ان شاء الله على خير ان شاء الله. يلا بنشوفكم ان شاء الله. معك شيف هاني عن جد حبيبتي. يعني حبيبتي هذا شرف لي اني اكون معاكي حبيبتي. يلا لا ان شاء الله بنلتقي دائما ان شاء الله. بنتشكركم مره ثانيه وبنشوفكم ان شاء الله يوم الأربعاء الجاي. يلا باي باي.